محمد عطف الشمال كريم الديب، اثنين على الدائرة كل من عمر الوحش وخالد الغندور ورسال حربة رقب عمران وبوغوارو النجم الجابوني وهو اللاعب. ترجع الشمال ناحية كريم الديب، كرة طولة حلوة، عمرو صالح عرضية منتهى خطورة، محاولة جملة جميلة، عرضية لبرة خطيرة ولكن ممتاز ممتاز طبعا اللاعب البنيني دوكو دودو طلع كورته حلو. ترجع اليمين هشام فريق سموحة، لمسة سريعة طرف اليمين، السرعة من ابو بكر اليادي امام كرة طولة خطيرة منتهى خطورة، عاوز يعد ولكن ممتاز الدفاع اسمر ناحية بركات حجاج، يطلع كورته لمن خطيرة ولكن قوية الباصة على الاحسن اللاعب الاطول دودو، محاولة امامية ترجع ناحية لاعبي طبعا فريق الاتحاد، جابوا لاعب سموحة خطيرة انطلاقة من الاحسن ولكن ممتاز مرة ثانية اللاعب التونسي سيفتوقة ولكن دفع عرقلة في دفعة وفي عرقلة وفي فاول واضح على الشمال عالية تصل لكريم الديب، الديب انطلاقة حلوة خطيرة منتهى خطورة متابعة خطيرة جدا، هوبا التصويب ولكن فين يا راجل عالية وبعيد خالد الغندور والتصويب، كريم الديب يعمل هجمة ويعمل مهارة ويعمل عرضية ساحرة ثم متابعة موجودة بتسوق موجودة بقدم خالد الغندور ولكن تعدي وتلعب بره بعيدة عن المرمى، تعدي وتلعب بره بعيدة عن المرمى وتبقى الآن ضربة المرمى لصالح فريق سموح. تصل على طرف اليمين محاولة هجومية بعرض الملعب ولكن ترجع سهلة في أحضان الحارس شريف رضا للحارس الهاني سليمان صاحب البطاقة الصفراء الأولى والوحيدة حتى الآن في المباراة. لمسة على اليمين محاولة خطيرة عرضية تعدى، يا الله يا الله يا الله، يتألق عمرو خليل يتألق عمرو خليل ويمنع هدف أكيد لسموحة، ضغط موجود هجمة موجودة بعرضية ولكن تعدي ولكن تماس ناحية فان بيكالي، بيكالي عدى عرضية لبرا قطع من اللاعب دودو تتردي خطير عبد الغني ولكن في الدقيقة 60 بقدم النجم الكبير انجولي وهو طبعا اللاعب مابلولو باصة خطيرة انطلاقة لحسن والتصويب والصدة، يتألق عمرو خليل يتألق عمرو خليل للمرة الثانية في المباراة ويمنع هدف التقدم لسموحة بقدم هذه الباصة وهذا التحرك الجميل لسه هشام صلاح الباك اليمين كورته قوية عالية داخل الصندوق راسية من دودو تصويب ولكن بعيد غير جيدة المرة من النجم وهو خارج دودو. ترجع ناحية عمرو الكلاوة الكرة الطولية قوية قوية على اللاعب شريف رضا واللمسة ولكن بعيد عام 2023 محاولة كرة طولية دفاع جيد من محمد ميدو يطلع كورته ميدو عالية راسية منتهى خطورة تعدي خطير عاوز يعدي عدى وفات والهدف الأول جول، الهدف الأول جول، النجم المغربي المزيان لحسن دهدوب يستغل الخطأ الكبير الرهيب من اللاعب سيفتوقة وعلى طول متابعة ثم مهارة ويعدي كمان من حارس مرمى عمرو خليل عشان الموج الأزرق يضرب ضربته ويتأول في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، الباص طولي ممتاز وراسية غير جيدة ومتابعة غير عادية من لعيب غير عادي، تحركاته لمساته سرعاته عاملة خطورة كبيرة على مرمى الاتحاد، الخطأ كبير قاتل رهيب من اسلام ابو سليمة وعلى طول النجم لحسن يستغل هذه الغلطة الكبيرة وعلى طول بمهارته العالية يرقص عمرو خليل ويحطها في الشباك عشان الموج الازرق يتقدم الان بهدف اول في اليوم باذن الله. الراسية متابعة عالية تصل حتى رجب عمران، رجب عبد الغني محمد سندب لعمر الوحش، الوحش على الشمال قوية ولكن جواه لاعبي فريق سموحة، انطلاقة الامام سريعة للاعب على طول اليادي سريع خطير خفيف فردية الملعب اليادي يلعب العرضية ولكن عالية وبعيد مية لكريم الديب لسه الديب باصة بينية منتهى خطورة بكل مهارة هوبا تصويب يا راجل يا راجل يا راجل، عملت الصعب عملت الصعب استلام بدوران بمهارة فردية غير عادية
بعيدة على المرمى، فرصة تهديفية غير عادية وهدف بديع للتغيير. تغيير بيعمله الكابتن احمد سامي بين الشوطين. الشوط الثاني بدأ الان، الاتحاد اصبح على اليمين، سموحة اصبح على الشمال. ضربة ركنية بقدم رجب عمران على خطير، راسية والدفاع ممتاز، تترد من حارس المرمى الهاني. 2024 عمر الوحش، عرضية راسية، خطورة، دفعة، سقوط، طلع كورته على طول دور ناحية دودو، كرة طولية قوية على فادي فريد في احضان الحارس محمد علاء هاشم. تغيير لمسة والهدف، الهدف الثاني جول، الهدف الثاني جول 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 جول، الهدف الثاني لسموحة في لمسة في عرضية في متابعة جميلة في شباك مرمى الحارس عمرو خليل. الهدف الثاني للموج الازرق في الدقيقة 60 من عمر اللقاء طول دودو. هذه العادة، هذه العرضية الساحرة ثم الراسية ثم المتابعة الجميلة والتصويب بقدم اللاعب دودو عشان فريق سموحة يعملها ثاني ويسجل الهدف الثاني، هدف التعزيز ده في الدقيقة 60 من عمر المباراة. تعامل غير جيد من حارس مرمى عمرو خليل. هشام صلاح، هشام هشام لسه مع الكرة، هشام ودفاع من محمود وحيد، هشام عدى، هشام عرضية خطير، راسية حلوة، ممتاز الدفاع، لمسة متابعة، عبد الغني محمد، عبد الغني استلام بدوران، رجع حوارة ناصر، ناصر لعمرو صالح، باصة تترد من محمود وحيد، ترجع ليه لاعب الاتحاد لناصر على اليمين، محاولة خطيرة، لسه في خطورة بعرضية، متى خطورة رجب عمران والساند اب، التصويب ولكن فار منتهى الخطوره مره ثانيه بعرضيه عاليه خطير راسيه من دفاع، متابعه لفريق طبعا نادي الاتحاد السكندري، ضغط كبير من الاتحاد. ادي هجمه وتصدي على مرتين للهاني سليمان. هشام صلاح، هشام براسيه التحام فضائي، خالد الغندور والراسيه متابعه، تعدي خطيره جدا، مش ممكن يطلع كورته، مش ممكن. ادهم على من لاعب سموحه، خطوطه متقاربه، جماعي حرف الاداء، لمسه، باصه، انطلاقه ولكن طولت من شريف رضا، ولا مهاره بلمة حلوه من هشام، هشام يلعب عرضيه خطيره راسيه ولكن ضعيفه، ضعيفه، سياره جابها خطيره، الانطلاق على اليمين، اسلام جابر عرضيه لبره، منتهى الخطوره، خطيره، لسه مع الكوره، احمد خالد، احمد خالد للسنده، هوبا التصويب والصده في الدفاع، جت الهجمه لسموحه سريعه، مصطفى البدري، البدري والعرضيه العاليه، راسيه من هشام صلاح، وفريق سموحه، لمسه على اليمين مره ثانيه، هشام صلاح عرضيه، راسيه خطيره ولكن فين؟ في نص المرمى، خالد مره ثانيه ترجع ناحيه شريف رضا، الهجمه الخطيره والعرضيه الجميله ولكن ممتاز، تغطيه ممتازه، ايمانويل ساندا، احمد خالد مره ثانيه ناحيه اسلام جابر، اسلام بتصويب وصد حلوه، يتالق الحارس عمرو خليل ويحط ايديه، والحكم بيصفر بنهايه المباراه. اعزائي المشاهدين، وفوز سموحه على الاتحاد